أسوأ وقت لشرايين، أسوأ وقت. فقال لي حضرتك لما بتنام بالليل الدورة الدموية بتبطأ طبعا، يجلط الدم. كيف تحافظ عليه؟ انك تضيق الشرايين، الدم يفضل ماشي بدل ما يمشي في حتة واسعة، ضيق يمشي بأقوى. ففي مادة بتطلع، أول ما حط راسي على المخدة المادة تطلع، تضيق 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 في شرايين. 8 الصبح أسوأ وقت للضيق، تحصل الجلطة. حلو. الألماني قال ما عدا اللي يقوم وينام، ما عدا اللي يقوم وينام تاني. الله أكبر. يكسر المادة دي يبقى 8 الصبح فيري سيف، ما فيش أي مشكلة عنده. والله يا شيخ خالد أنا كنت في المؤتمر ده بكيت وطلعت سجدت، الصلاة خير من النوم. اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على. قلت سبحان الله، في ناس فاكرة إن صلاة الفجر دي عذاب. يا بني آدم دي هتخليك زي في صحتك زي الفل.